البن أو القهوة. شجرة البن هي شجرة برية دائمة الخضرة من فصيلة الفويات. تنمو شجرة البن طبيعيا في المناخ الاستوائي الذي يكون حارا رطبا في موسم النمو وحارا جافا في موسم القطاف. وشجرة البن شجرة دائمة الخضرة ذات ثمار حمراء اللون في حالة نضجها. وحب البن يحمص ويطحن ويغلى في الماء لتحضير شراب القهوة. يعد جنوب غربي إثيوبيا الموطن الأصلي للبن، وينمو برياً ضمن الغابات كما يزرع في إثيوبيا في المناطق الملائمة لنوعه البري الذي هو البن العربي. انفرد العرب في اليمن سنين عدة بإنتاج البن وتجارته، إلى أن ازداد الطلب عليه ولم يعد اليمن قادراً على تلبية الطلب العالمي وصعوبات نقله إلى البلاد الأوروبية. تحتل أمريكا اللاتينية المرتبة الأولى في إنتاج حبوب البن، ويزرع الجزء الأكبر من بن العالم في البرازيل وتليها كولومبيا. ويعد محصول البن في الوقت الحاضر من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية المهمة، ويحتل المرتبة الثانية في التجارة العالمية بعد النفط ومشتقاته. وهو مصدر مهم من مصادر الدخل القومي لأكثر من 50 دولة في العالم. تختلف أنواع القهوة باختلاف طرق تحضيرها ومعالجتها. أنواع القهوة: القهوة العربية الأصيلة، القهوة التركية، لاتي، كابتشينو، الأمريكانو، كافي أوليت أو القهوة الفرنسية، الإسبريسو، الموكا، الكورتادو، المكياتو، فلات وايت، القهوة السوداء أو بلاك كوفي، القهوة المثلجة أو آيس كوفي. تحتوي القهوة على الكثير من المواد والعناصر الغذائية التي تعد مصدر لفوائد القهوة المتعددة، ومن هذه العناصر: يعتبر تعديل المزاج وزيادة نشاط الجسم وتنبيه العقل والشعور باليقظة من أهم فوائد القهوة التي يبحث عنها كل من يشرب القهوة. ولكن أثبتت الدراسات أن هناك فوائد أخرى متعددة للقهوة لها تأثيرات إيجابية. فوائد القهوة: تحسين مستويات الطاقة وزيادة الذكاء، المساعدة على حرق الدهون، تحسين الأداء البدني، تقليل احتمالية الإصابة بالسكري النوع الثاني، تقليل احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان، المساعدة على الحماية من الزهايمر والخرف، حماية الكبد من التلف، تقليل الإصابة بالسكتات الدماغية، مكافحة الاكتئاب وزيادة الشعور بالسعادة. احتواؤها على عناصر غذائية أساسية. بالرغم من فوائد القهوة المذكورة سابقا، إلا أنه توجد العديد من الأضرار عند الإفراط في شرب القهوة. ومن هذه الأضرار: زيادة الشعور بالقلق والتوتر وزيادة العصبية لدى بعض الأفراد، الإصابة بالأرق ومشاكل في النوم، الإصابة بعسر الهضم أو حرقة المعدة، الإسهال، تفاقم داء الارتداد المعدي المريئي، ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، إبطاء عملية التئام الجروحي
وانخفاض قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين. الحاجة للتبول بشكل متكرر. الجفاف. تصبغ الأسنان باللون الأصفر. زيادة احتمالية الإجهاض لدى الحامل أو الولادة المبكرة. للحصول على فوائد القهوة الصحية وتجنب أضرارها المحتملة، ينصح باتباع بعض النصائح والإرشادات. شرب القهوة بطريقة معتدلة، أي بمعدل فنجانين كحد أقصى باليوم الواحد. عدم إضافة السكر للقهوة للحصول على فوائد أكثر منها. شرب القهوة المفلترة للتخلص من بعض المواد الضارة. ترك فترة زمنية لا تقل عن ساعة واحدة بين تناول مصادر الكالسيوم والحديد من الطعام وبين شرب القهوة. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو مع أصدقائك. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.